ميري كريسمس أنتي راشن، عيد ميلاد سعيد لأعداء روسيا. هو أحدث إعلان روسي نشرته محطة أرتي الروسية، ويحمل في طياته رسائل بالغة الشدة والقسوة. وهو كان بمناسبة أعياد الميلاد التي تحل على أوروبا في ظل حرب وأزمة اقتصادية وأزمة طاقة، فإن الأوروبيين سيقضون أسوأ عيد ميلاد لهم على الإطلاق على حسب ما جاء في هذا الإعلان. الإعلان قال إن الأوروبيين سيقضون أعياد الميلاد في الظلام الدامس والبرد القارس بسبب عدم وجود طاقة روسية. هذا بالإضافة إلى أنهم سيتغذون على الحيوانات الأليفة وسيستخدمونها في إضاءة المصابيح. أبرز ما جاء في هذا الإعلان هو حالة أسرة أوروبية خلال الاحتفال بثلاثة أعياد ميلاد مختلفة، وصولاً إلى العيد الحالي في عام 2022، والذي جاء وحالتهم سيئة للغاية بسبب الأزمة مع روسيا.